I can't believe إن أنا أسوي هالشيء الحين. أنا مش متعودة أطالع هني، فهمت؟ مش متعودة أطالع الكاميرا، متعودة أطالع وهي هني. It will take me some time to adjust to the camera. طب أقول لكم عني شوي. دب ما تعرفون هاي حرفين أول فلوج. لحظة إيش شبريه ما تنسى. لسا ما أركم أشوفون أوكي. أنا وايد متحمسة إن أنا هني هالشيء من زمان بسويه. أنا اسمي ميرا و شرفت بمعرفتكم. I can't believe إني أقول هالشيء بس. سبسكرايب. مشمعين الصالون. نقص شعرنا. نقص الضوء بعد نقصه. رحت صالون خاص مصالون وديت البيت. بسير الجيم يمكن. Today ولا rest day. Do it! الحين جاي الجيم. طبعا ما كان لي وقت أشيل الميك اب. So this is my gym face right now. The vest is pink. My bag, my cute bag is pink. انفجار وش باطي كيوت بينك حتى جوتي بينك بارك من جوتي وادي هانت اوف بينك شيرت از بينك ماي باك از بينك ليتس جو يقطعوا هني كاميرات ناس حطوهم اكل واحط لهم ماي خلصت من الجيم او ماي جاد طاقة انهيار اقول برايكم شيء لا تضحكوا علي حطها سماعة طبعا يبينها مو بأبل ابدا بس كانها ابل صح؟ I think it's Apple اسمها IP9 I think من امازون no sweat ew ادري disgusting بس شو كيف كنت حاطة ميك اب صرت الصالون وشي سو تخيلوا ميك اب عرق استغفر نفسي ولا انا سايكو تخيلوا دوم اكل الباي واسير الجيم اوكي هيا ساكت هاي ما عندي في السياره دوم انزل جم اكل انا في الجم جيت طبعا شوجر فري شوجر فري مشان شوفوا دبت الماي فين اكبر على راسي وتخيل ما خلصت بس ربجي drink water water is very important so drink water المهم don't forget to wear your seat belt and drive safely خير. You have duties as a mother. دو كيف يقول؟ واي واي لسان واي حبيبي. نالا. طبعاً أبوهم مسوي أكبر طاف في عرس هني على البيانو. حاطة له شي فوت هني. دوم يحب يمسح البيانو. ها كوكو. كوكو. ليش ما تروح تساعد نالا؟ ها؟ يلا روح. حاطين دفاية هاي البيبيز اللي هناك اللي نست عليه نالا دي مواد ليزر او ماي جاد اجنور ماي فيس حر استغفر الله رب العالمين يطلع وجهي احنا عارفين كيف هم بس مواد ليزر او تاكسي لينا تخيلوا توني خصم الليزر صرت موعدي الساعة 6 اوكي قالوا لي والله نحن عندنا تأخير من الصبح وما اعرف شو فموعد بيشتكي بسم الله الرحمن الرحيم موعد بستي الساعة 7 ضرابة واكشن ودراما قلت لها كيف يعني وانا اسوق اكثر من نص ساعة 40 دقيقة لما اوصل عندكم بيتنا 40 دقيقة قالت والله روحي ورجعي الساعة 7 قلت لها بيتنا الساعة بيتنا تقريبا ساعة من هني قلت كيف يعني وهي قالت والله شو اسوي انا اللي عندي اياه اعطيتك اياه تبين تسوين اليوم كمل شيء وبعدين تكملين الاشياء الثانية الليزر يعني قلت لها لا ابى خلاص مرة واحدة اخلص كل شيء قالت عيط ريا للسبع او اجري الموعد وقفت لي هني قلت خلاص بتغيى بعد شو وين اروح الحين ضرابة يعني نوع اكشن دراما اكشن هافي جدا صراحة تبون صدق يوم شفت وايد مواطنات يعني بدوا يوتيوب هالشي وايد حمسني انا كنت خايفة شوي ما كان في وايد همتو فكنت خايفة من هالشي مع ان انا اهلي عادي عندهم يعني امي وايد واقفة معاي امي يعني She's my number one supporter. فتخيلوا في لايفات تيك توك أمي my moderator. تخيلوا في لايفات تيك توك. فأمي وايد واقفة معي. أمي عادة عندها أسوي يعني هالأشياء وشي بس أنا ميرا هي واقفة. هي أنا واقفة ضد نفسي ما فيش. المهم أنا جالسة اليوم هني. وإن شاء الله هاي الشانل بيكبر أكثر. وإن شاء الله نتعرف على بعض أكثر. وإن شاء الله نصير besties. Nice to meet you.
شرفنا. المهم ان اي شيء تبغون تعرفونه عني في المستقبل ان شاء الله بتعرفونه. هذا اول فلوج و يعني.